فافوري البيتي دو سيورا. اشرب على راك اخويا. الله يرحمك منها ان شاء الله خويا. شحال اليوم راه هنا؟ والله غالب يا خويا. شان مصرية عربية فلسطينية مصرية. راك تشوف الحاله قبيله هنا عندنا هاي محروقه كاع الدنيا لي زوطوريتي ما كاش يا خو حتى دانيال ميت باش جاو راك تشوف لاكابي كاع تحرقت كاع في نهار واحد 10 نيران في كل بلاصه والله يا خويا نوكل عليهم ربي هذا واش نقول احنا دوكا فهمت انا لتحت انا هذه ديال النار سي بون لحقت للديار سي بون ما عندك ما تميتريزي فيها يا بومبي زبج زبج تيوات المساكن الله غالب ما يقدروش ما يقدروش حقي وقت داروا اللي عليهم ما يقدروش والسكان الله يبارك الزيتون راه خاوتي بلاد قبيل معروفه بالزيتون راه فيها عمري 56 سنة فيها عمري ما شفت النار كيما هذه كيفاش شعلت كيفاش شعلت أو درت كاع لونتوراج كاع تاع لاكابيلي لونتوراج تاع لاكابيلي ما كاش واحد يسلك في البلاد ملتقى القبائل كيفاه في نهار واحد في نهار واحد شعلت 29 فالنار ها السوق محروقه صورتها حنا عايشين غير بالزيتون هذا نستناوه ملاني ملاني تسمى نستناوه من موسم لموسم عايشين بغير بالزيتون هذا ما عندنا حتى حاجه هنا راكم تشوفوا منطقه جبليه عندنا غير الزيتون هذا هو واش القوت تاعنا نجيبوا غير الزيتون ونستناو غير الموسم دوكا راك تشوف راح الزيتون راح كلش